نتابع النهاية الثالثة كتقول لنا أن الليميت عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ديال f لي x ناقص بين قوسين ax زائد b يساوي صفر. إلا عندنا هذه النهاية يعني بصيغة أخرى en fait كاين هنا تكافؤ. يعني إلا عندنا هذه النهاية هذه كذا كيعني أن CF يقبل مقاربا مائلا عند زائد ما لا نهاية. منين جات زائد ما لا نهاية؟ جتنا من هنا. معادلته y يساوي ax زائد b بحيث المعادلة ديال هاد ax زائد b هي هذه اللي كتكون هنا. الو نشرح هذا الشيء لان ملي انت نكتبوا a و b انا بزاف ديال الكلام كيتلفوا. رانا نعطيو فقط مثال ديال هذه. مثال ديال هذه هو مثلا الا حسبنا النهاية ديال عندما يؤول x الى واحد ديال جوج x ناقص سبعة على x ناقص واحد. الو الا كتبنا هادي غادي نلقاوها تساوي ما لا نهاية على حساب واحد ناقص ولا واحد زائد غتعطينا زائد ما لا ناقص ما لا نهاية. ولكن المهم عندنا ان هاد النهاية هادي كتعطينا ما لا نهاية. اذا في هاد الحالة راه سي اف ديال هاد الدالة هادي يقبل مقاربا عموديا معادلته اكس يساوي ا. بالنسبة لهادي المثال ديالها هو ليميت عندما يؤول اكس الى جوج ديال جوج زائد واحد لا ماشي جوج هنا لان هنا النهايه نفس زائد ما لا نهايه. اذا غادي نديرو النهايه في زائد ما لا نهايه ديال جوج زائد واحد على اكس على ثلاثة ناقص واحد على اكس. الوغ الى حسبنا هاد النهاية هادي كتعطينا زيرو هادي كتعطينا زيرو كتبقى لينا فقط جوج على ثلاثة. يعني في هاد الحالة المقارب ديالنا غيكون ايكغيك يساوي بي. في هاد الحالة بي هو جوج على ثلاثة. النهاية هنا الاخرى هي المثال الاخير ليميت عندما يؤول اكس زائد ما لا نهاية ديال جوج اكس ناقص واحد زائد واحد على جذر اكس. دونك هادي هي اف لي اكس ناقص بين قوسين جوج اكس ناقص واحد تساوي صفر. حيت في هاد الحالة هادي كلها هي f لي x. يعني f لي x ناقص بين قوسين ax زائد b يساوي صفر. الوغ في هاد الحالة المقارب المائل هو y يساوي جوج x ناقص واحد. اوكي نتابع عندنا المقاربات. نجيو دابا نتكلمو على الفروع النهائية الفروع اللا نهائية. الوغ هاد الفروع اللا نهائية كيكونو عندنا في حالة كنحسبو ليميت ديال اف لي اكس
عندما يؤول x مثلا زائد ما لا نهاية وكنلقاوها كتساوي زائد ما لا نهاية. يعني كيكون عندنا جوج الحوايج، هنا زائد ما لا نهاية وهنا زائد ما لا نهاية. الوغ في هذه الحالة كيكون عندنا فروع لا نهائية. الوغ منين كنلقاو هاد النهاية بحال هكا كيخصنا نحسبو نهاية أخرى اللي هي النهاية ديال f لي x على x عندما يؤول x زائد ما لا نهاية. الوغ نقدرو نلقاو هادي تساوي صفر أو لا نلقاوها تساوي x عندما يؤول x زائد ما لا نهاية أو لا نلقاوها تساوي زائد ما لا نهاية. دونك في هاد الحالة يا صفر زائد ما لا نهاية. الوغ ملي كيكون عندنا صفر كنقولو أن cf يقبل فرعا شل جميعا اتجاهه هو محور الأفاصيل. وإلا لقينا النهاية تساوي زائد ما لا نهاية ألوغ غادي نقولو أن CF يقبل فرعا شل جميعا اتجاهه هو محور الأراتيب محور الأراتيب. ونقدر ندوزو دابا انطلاقا من الفرع اللانهائي ندوزو الليطاب الرابعة ديال دراسة الدوال اللي هي حساب الدالة المشتقة اللي كنكتبوها f بريم ل x. راه باش نحسبوا الداله المشتقه سهله، شفنا في الاولى بكالوريا واحد الجدول نستعمل الجدول اللي فيه f و f بريم، فيه f وفيه f بريم. راه كنعرفوا ان داله ثابته الدالة المشتقة ديالها هي صفر، كنعرفو أن أX لأن أX زائد B الإشتقاق ديالها هو أ، كنعرفو أن X أس N المشتقة ديالها هي N في X أس N ناقص واحد، كنعرفو أن الجذر مربع ديال X الإشتقاق ديالها هي واحد على جوج جذر مربع ديال X. الوغ هادي وحدة، ثم كنعرفو أن غادي نكملهم هنا F و F بريم، كنعرفو أن واحد على X الدالة المشتقة ديالها هي ناقص واحد على X أس اثنان، كنعرفو أن الدالة المشتقة ديال كوسينوس X هي ناقص سينوس إكس، كنعرفو أن الدالة المشتقة ديال سينوس إكس هي كوسينوس إكس، وغادي نزيدو عليهم واحد جوج، غادي نشوفوهم أون ديتاي في الشهور الأولى ديال العام، غادي نشوفو إلين إكس الدالة إلين لوغاريتميا، الدالة المشتقة ديالها هي واحد على إكس، والدالة إكسبونونسيال إكس اللي المشتقة ديالها هي إكسبونونسيال إكس.
وهذا هو الجدول ديال الاشتقاق هاد لي دو بارتي. شفناهم العام اللي فات. هاد لا ترويزيام بارتي هي اللي غتزادنا هاد العام. ثم انطلاقنا من هذا بالنسبه لاف بريم غنحسبوا يا اما الجدول وغادي نستعمل واحد جوج ديال الخصائص. نستعمل ايضا الخصائص ديال الجداء ديال دالتين وديال القسمه ديال دالتين حيت لنا او في في بريم غادي تعطينا او بريم في في زائد او في في بريم. المثال ديالها هو مثلا الى عندنا اكس مربع زائد 4 في كوسينوس اكس بحيث هذه هي في وهذه هي او. الا بغينا نحسبوا الدالة المشتقة ديال هذه خصنا نطبقوا هذه الخاصية. هذه عندنا ايضا الخاصية ديال القسمة او على في بريم هي U prime phi V ناقص U phi V prime. إمتى كنستعملو هادي؟ مثلا إلى عندنا جوج X مربع زائد 4 X على تلاتة X ناقص 5 بحيث في هاد الحالة هادشي اللي في البسط هو U وهذا الشيء اللي في المقام هو V. ونطبقوا هذه الخاصية هذه اللي نسيت فيها أن هذا العدد هذا كله وخصنا نقسمه إلى V أس 2 هذه الخاصية وهذه الخاصية. لاحظوا بطبيعة الحال أن هنا في الجودة يكون عندنا مجموعة وفي القسمة كيكون عندنا فرق وفي المقام عندنا الأس 2. اوكي ثم alors كنا في ليتاب 4 alors ندوزو دابا لا 5ème ايتاب. اون فوا كنحسبو الدالة المشتقة كيخصنا نحلو المعادلة اف بريم لي x يساوي صفر. يعني في هاد ليطاب هادي كنحسبو اف بريم لي x وفي ليطاب لي مبدا كنحلو المعادلة اف بريم لي x. اشنو هو الهدف ديال هاد حل المعادلة؟ الهدف ديال حل المعادلة هو مطاريف الدالة f. شنو هما هادو لي كنسميوهم المطاريف؟ المطاريف عندهم جوج ديال الانواع. كنسميو المطاريف يا اما القيم القصوية لاف او لا القيم الدنوية لاف. يعني القيم القصوية هي ملي كتكون عندنا اف بحال هكا كتكون غادية كطلع 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 كتلقى واحد لو ماكسيموم هنا ومن بعد كتنزل. فهاد النقطة هادي اللي في الفوق هي قيمة قصوية وهاد الأفصول ديالها x واحد هو اللي كنلقاو حل للمعادلة f بريم لx يساوي صفر. وإلا كانت قيمة دنوية مثلا دالة جاية بحال هاكا دونك نازلة نازلة حتى لواحد القيمة مثلا هنا وغادي عاوتاني كطلع. إذن هاد القيمة هادي دنوية دونك كنلقاو فيها مماس افقي